ثلاث فقرات، أول فقرة السكتش، وتاني فقرة المواهب، أما بقى الفقرة التالتة هي الفقرة اللي هنروح فيها لأصحابنا نتصور معاهم. فقرة معانا فقرة المواهب، ودلوقتي هناخد موهبة جديدة. يلا جودي يوسف. انت جاي معزلة، انت معزلة مسافرة. Thank you.
دلوقتي هناخد موهبة كمان. ماشي يلا بينا. مارجريت جرجس. مارجريت ايوه ايوه انت داخل انت جاي من جوه ولا؟ اهلا 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 اهلا، تعالي تعالي تعالي. عندك كام سنه؟ 12. 12 هتعملي ايه بقى؟ هرنم. هترنم؟ نستك نستك نستي هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. نستك نستك نستي هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. لما كنت صغير ليا أربعيني يوم بالتحديد، خدني قالي بفرحة بهية عالكنيسة للتعميد. شلني أبونا من رجلي وغطسني في جرن غويط، كانت هي المعمودية وهي ليا ميلاد جديد. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. عطارة بقى نشوف مين الموهبة اللي جاية التمرينات دي ولا ايه؟ يلا حلو بقى نشوف. تفاحة. لا الكورة برضو. تعالوا نشوف مين مستخبي جوه. انا ايس كريم. كريم وائل. كريم بسرعة 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 بسرعة. يلا يا ابني اطلع بقى، يا ابني اطلع ما تتعبنيش بقى. وراح فين يا ابني؟ هو فين؟ فين تلاقي ده؟ جنبي. فين؟ خليك انت بس معايا هنا كده. ها كريم، ها كريم، انت كريم؟ طب فين كريم؟ انا بدور على كريم الصراحة. انت كريم؟ طب انت اسمك ايه كده؟ كريم وائل. ده كريم وائل. امال عايزين مين؟ كريم وائل. اهو زي اللي ده اجابة صح. برافو شاطر، سقفوله جاوب صح. قول لي بقى يا كريم، عندك ايه النهارده هتقدمه مننا؟ تمثيل. زاك ياد يا دبوس، شفيت الاحمد متبهت يا معلم، بعت حاجه؟ لا لا معلم بعتش حاجه. وايه الحكايه ياد؟ هالناس بطلت تاكل لحمة ولا ايه؟ انا من يقيا يا معلم ان احنا نغير النشاط. غير نشاط؟ اشتغل ايه يعني؟ غسالة؟ ايه يا معلم؟ بس انا محتاج حد برضك اغسل لي الادمتين بتوعي. بتقول ايه ياض؟ انا بقول يا معلم نفتح مطعم كيكاكي. كيكاكي؟ ايه كيكاكي ده ياض؟ كيكاكي؟ كيكاكي ده حاجة كبيرة أوي، عامية زي الجاتوه والناس بتقف عليها بالطور. وإيه الجاتوه ده ياض؟ لانشو؟ لا معلم، صحابي الكتابين بيقولوا عليها فياخ، لكن أنا اكتشفت الخطأ، تيعت فتة بيا. وإنت كلتها قبل كده ياض؟
عايز الصراحة يا معلم؟ لا ما كيتهاش. امال بتفتي ليه ياض؟ الله ياض بلاش غلبة، روح هات لي الجورنال وقول اخبار الدنيا ايه النهارده. حاضر يا معايا. بياء الكيبتون من قضية مونيكا. تكلم بجد ياض؟ ايوه يا معلم، ده اللي مكتوب قدامي اهو. طب صدق ياض، كنت عارف ان الراجل ده يطلع براء. وعيفت منين يا معلم يا ابوي مع ياما؟ تعجبني، انا احب اللي يسالني في السياسه، حكم السياسه فن وخلاص ومفهوميه، والتلات حاجات دول متلهمش الا فيا انا وبس. بص ياض، ساعه وقوع الجريمه كليبتون كان في بيته بيايل شويه، والعربيه اللي اتعملت بيها الحادثه كان متغير نمرها. واللي عرفته كمان من حمصين انشيمي ان هم لقوا فاس مع شباك القتيلة، والفاسمة دي بقى طلعتش فاس من كليبتون. والقانون بقى في الحتة دي بالذات واضح وصريح. اني حتة فيهم يا معاي؟ حتة الفاسمة يا بني ادم. ودلوقتي معاد فقرتنا التالتة اللي هنروح نتصور فيها معاكو، يلا بينا. اصحابي النهاردة في حلقة جديدة هنزور الملايكة في بيت الملايكة، وهنتفرج على مواهب خطيرة جدا 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 وحلوة قوي 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 قوي. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هنشوفه في بيت الملايكة. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مولا؟ اهلا، ازيك؟ عم سيادتك اهلا، ازيكوا؟ اقعد فين؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ كويسين اوي 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 اوي. وده مين؟ بابوس. بابوس مستعان خليك معايا. تعال استخب استخب استخب. وانت وانت اسمك ايه؟ بشوي. ما هو بشوي؟ ازيك يا بشوي؟ انت بتعمل بشوي، انت عامل دور ابونا ولا ايه؟ ابونا انت ابونا بشوي؟ الله الله، ده شكلك حلو قوي. عارفين ترنيمة كان في عمود هناك؟ يعني انا ماشي حافظينها؟ حافظ. يعني هتقولوها؟ هتقولوها. هتقول معانا يا ابونا؟ ها؟ هلا بشوي؟ هتقول معانا كان في عمود عنب؟ لا مش حافظها؟ طب يلا احنا نقول كان في عمود عنب. يلا؟ يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. كان في عمود عنب ترمي وينه؟ ابونا ابونا بيعمل الحل لوحده واحنا بنعمل الترانيم. دلوقتي يا صحابي هنلعب لعبه جميله قوي. صح يا بابوس؟ ها؟ هنلعب لعبه جميله جدا جدا جدا، يلا بينا نشوفها دلوقتي. بشوي شاطر قوي زي ما انتم شايفين يا صحابي، اصحابي عندهم موهبه جميله قوي 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 قوي. بصوا حاضرين على حاجه ازاي، كبير قوي، موهبه جميله جدا 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 جدا. سلام وخلوا بغلق بشوم عجامل آمين خاسوس النقل آمين أمين خاسوس النقل آمين آمين آمين. تيجوا نعمل لعبة حلوة جديدة. أوبا، ادي كورة وادي كورة وادي كورة. بص بقى، بص 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 عليا،
بص عليا شوفوا اللعبه الجميله اللي انا عاملها دي. دي ايه دي؟ جوله. ايه دي؟ صفرة. كوره. وكده يبقوا كام كوره؟ ليه؟ اتنين. كده يبقوا كام كوره؟ على تلاته. برافو. بص بقى، بص يا بشوي، بص يا باب، بص هعمل ايه بالكور دي. بص عليا، بص الله، ايه ده؟ هتدافعوا كده؟ ايه اللي حصل؟ هات اعملها تاني، هات يا باب. بص ايوه، هات الكوره دي. يلا نجرب تاني. اهو اهو. علشان يا اصحابي صحابنا كانوا شاطرين قوي 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 قوي، هنوزع عليهم حاجه الحلوه دي. يا اصحابي اوعوا تنسوا ترسلونا باقتراحاتكم ومواهبكم على الايميل تحت.